أخت سائلة بتسأل على مسألة قراءة القرآن، بتقول هل يجوز، هل قراءة القرآن للمرأة وهي شعرها مكشوف حسب ما بتقول في السؤال، يعني هل هذا الأمر لا يجوز، وهل الملائكة بتعطي ظهرها للمرأة لو كانت يعني كاشفة لشعرها في المنزل أو أثناء قراءة القرآن أم لا؟ يعني هو الاصل ان الانسان في تلاوه القران يعني بالذات لو لوحده لو ما فيهاش فيها قضيه العوره، انما من باب الادب مع القران الواحد يكون اكثر يعني تحفظا او كذا، لكن لا يوجد نص بالتحريم ولا نص بالمنع. يعني هي الاخت الحقيقه السائله شخصا بتسال بتقول انها يعني سمعت احد المشايخ بيذكر هذا الموقف ان هو حدث للسيده خديجه، فتسال هل هذا الكلام يعني له اصل ام لا؟ لا لم أقرأ ذلك. السيدة خديجة كانت لا، وطبعا هي مش في قراءة القرآن عشان بس الأخ أخطأ أو فهم غلط وهي فهمت غلط، هو نص لكن مش في التلاوة، إنما كان وفي خلاف في صحة السند يعني في كتاب السيرة لكن مش في كتب المسانيد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يعني أتاه الوحي جبريل أراد السيدة خديجة أن تعرف هل هذا الآتي الذي أتى آتي خير أم شر، فأجلست النبي صلى الله عليه وسلم على وضعت رأسه على كتفها وقالت يا محمد أما زال معك؟ قال نعم، ثم وضعت رأسه على حجرها وقالت يا رسول الله يا محمد أما زال معك؟ قال نعم، ففتحت صدرها ووضعت خد النبي صلى الله عليه وسلم على الشريف على صدرها وقالت يا محمد أما زال معك؟ قال لا، قالت إنه آتي خير لو كان شيطانا لاطلع على عورتي. طبعا هذه هي الرواية اللي هو ربما يستجيب بها الأخ، لكن لا أجد فيها موضع صحة، فيها علامات الضعف واضحة، لأني سيدنا جبريل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم جاءه في الغار وقرأ ومضى إلى حال سبيله، إنما خلاص انفك عنه، إنما كانت اللعان للنبي صلى الله عليه وسلم آثار الوحي، زملوني دثروني اللي هو الايه الارتعاش مش الوحي نفسه، فبرضه ده مما ينفي هذه الايه هذه الروايه، ولكن زي ما قلت لك ما فيش فيها لم اقرا فيها من صححها ولم اقف على اصلها يعني.